فيتامين مع فراس شادية وطراد. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب في مستمعينا حبايبنا على أثير ألف ألف أف أم، يوم جديد وأكيد إن شاء الله خبرات جديدة بنكتسبها سوية في فيتامين. معكم طرات سندي وزميلتي شادية عبد العزيز. حياك يا شادي، اخبارك اليوم؟ والله كويس الحمد لله. اول شيء امسي على المستمعين كلهم، اقول لهم مساء الخير ويوم جديد ان شاء الله، وي زي ما قلت يا تراد معلومات جديده وطبيب جديد ان شاء الله رح نستفيد من خبراته، وان شاء الله كمان الساعه الثانيه رح نلعب فيها مع بعض ونسافر سندباد. والساعه الثالثه ان شاء الله رح نطرح موضوع ما اصدق. اكيد موضوع ما اصدق رح يكون شويه مختلف، وحنتكلم فيه عن موقف يعني ممكن يكون ممكن يختلف فيه كثير، يعني يختلف عليه اثنين اكثر، يعني تعرف كيف؟ فاتوقع الكل حيختلف عليه، مو اثنين كمان، لانه جدا غريب لدرجه انه مين حيتجرأ يعمل الشيء هذا. طيب اليوم دكتورنا يطرد او موضوعنا بالتحديد في الساعه الطبيه حيتكلم عن العنايه بالقولون او القولون العصبي، ايش هو ويعني اسباب اضطرابات القولون، واشياء كثيره تتعلق بالقولون العصبي يمكن كثير من الناس يجهلوها او يعني عندهم سوء فهم فيها. كلنا بطننا اول ما توجعنا القولون، رجال وحريم كلنا نسيبها للقولون العصبي. كلنا يعني انا عندي قولون عصبي وانا عصبي وانا عندي قولون هضمي. اللي بنعرف عشان كنت بجمع الكلمتين، اليوم نبغى نعرف الفرق بين الاثنين، وحناخذ ونعطي ان شاء الله ونتكلم. هيكون ان شاء الله معنا اليوم الدكتور عبد الله نصر، اخصائي الجراحه العامه والمتخصص في ابحاث وتطبيقات الطب النبوي للحجامه والامور وامور جدا كثيره والخلوة السنه. يعني عنوان حلقتنا باختصار اسمها المعده بيت الداء، فماذا عن القولون؟ معنا الدكتور عبد الله نصر. اهلا وسهلا فيك دكتور. يا اهلا وسهلا، كيف الحال دكتور؟ ان شاء الله طيب. الله يبارك. اول شيء نشكرك على وقتك، نعرف انه انت ما شاء الله تبارك الله الان مضغوط وعندك ضغط كثير في وقتك. لا بالعكس، انا يسعدني اللقاء ويسعدني اذاعه الف الف ومستمعين اذاعه الف الف، اهلا بيهم. الله يسلمك. بدايه دكتور عبد الله، نبي نعرف يعني في ناس كثير بيختلط عليهم الامر حكايه القولون العصبي والقولون الهضمي، هل هم قولون واحد ولا قولونين ولا بس المشكله في طريقه عملهم او وظيفتهم؟ هو القولون واحد في قولون واحد في الجسم. الله. ويختلف التشخيص، هل الأسباب اضطراب القولون نتيجة أسباب في الهضم أو أسباب في مزاج الإنسان. نعم. جميل جدا. أحب أقول إنه التعبير أو المصطلح الشائع القولون العصبي أنه مصطلح غير دقيق، وقد يكون في بعض الأوقات مضلل، لأنه القولون ليس هو القولون الذي يتعصب، إنما اللي يتعصب البكتيريا الفطرية اللي ربنا خلقها في جسم الإنسان، ولها وظيفة في حماية الجهاز الهضمي ومساعدة وظيفة الجهاز الهضمي. هذه البكتيريا تتعصب بسبب إيه؟ تتعصب بسبب عادات الغذاء، أو يعني سوء عادات الغذاء، أو المضادات الحيوية والكيماويات اللي الطب بيكتبها كتير. يعني الان دكتور يعني نقطع الشك باليقين في حاجتين، اول حاجه قولون واحد مو قولونين يا جماعه اللي قاعدين ما شاء الله يعني يقولوا من عندهم انه في قولونين، هذا واحد. اثنين انه القولون العصبي بالكاد انه ما يكون المسمى هذا موجود اصلا في الطب. الطب يتخذ هذا التعبير، لانه الطب يعني المشكله بتنشا عن كيماويات الطب، وبالتالي الطب لن يتنازل عن ادواته وهي الكيماويات. جميل جدا. فلن يستطيع أن يعالج هذه المشكلة. الدليل على أن القولون مش هو اللي بيتعصب، أن إحنا لما بنتخلص من البكتيريا الفطرية بشربة السنة يعود القولون طبيعي. إذن طيب. مش هو اللي بيتعصب. وحتى بعض الناس تقول يعني هي كانت أكذوبة موضوع القولون العصبي، بالفعل هي تكاد تكون أكذوبة. طيب دكتور، حضرتك ذكرت أنه من أنواع اضطراب القولون اللي هي البكتيريا،
الموجودة في المعدة، هل هناك أسباب أخرى بتجعل أن القولون يضطرب أو اضطرابات القولون، أسباب أخرى لاضطرابات القولون؟ إحنا نقدر نقول يعني بنسبة كبيرة تصل من 75 إلى 95% اضطراب القولون نتيجة اضطراب تصرفات البكتيريا الفطرية. والبكتيريا الفطرية يعني بينشأ اضطرابها من إما يعني اضطراب عادات الغذاء أو سوء عادات الغذاء أو الكيماويات. النسبة الباقية اللي هي تبقى من 10 إلى 5% تبقى أسباب عضوية. أها يعني دكتور، يعني طب أنا عندي سؤال يمكن كده طرأ في بالي، أنه هل هذه البكتيريا موجودة في عند كل الناس أو هي تيجي من أكل معين أو يعني من تعتبر من البكتيريا النافعة للجسم؟ البكتيريا الفطرية موجودة في كل الناس، وده أحد يعني إعجازات الخالق في الجهاز الهضمي. البكتيريا الفطرية لها وظيفة تحافظ على الجهاز الهضمي وتساعد وظيفة الجهاز الهضمي. الطب يعجز عن أنه هو يعرف هذه البكتيريا كيف تجيء وكيف تختفي وكيف تعود ثانية وكيف تعيش في هذا الوسط. سبحان الله، يعني هي موجودة دكتور. أيوه. بس بتضطرب على حسب الغذاء. ومن الأمور الشائعة بالنسبة للناس موضوع جرثومة المعدة. اللي الطب الحديث لا يحسن التعامل معها وبيسيء التصرف تجاهها، وبيؤدي إلى انتشار الأمراض أو يؤدي إلى أنه يجعل القولون مصدر لانتشار الأمراض. جرثومة المعدة بكتيريا مفيدة جدا، تحمي جدار المعدة من الحامض إذا زاد، وتحمي المعدة من غياب الحامض في غياب الطعام، لأن الحامض هو يعني جهاز الدفاعي أو حائط الدفاع الأهم في الجهاز الهضمي. جميل جدا. طب فهي بكتيريا مفيدة جدا. جميل، سبحان الله، في أمور كثيرة الواحد يجهلها ولما يعرفها يعني يستغرب، لكن ربنا له حكمة في هذه الأمور كلها وفي كل تفصيلة دقيقة عندنا في جسمنا. طيب دكتور، نبي نرجع بس أنا بذكر برقم الاس ام اس وحرجع أسألك سؤال سريع. STC اللي حاب يتواصل معنا، STC 84770 موبايلي 640660 وزين 7462622. ونذكركم كمان إنه النصف الساعة الثانية إن شاء الله رح تكون أسئلة مباشرة، اللي حاب يسمعنا صوته أسجل عندك الأرقام من كل مناطق المملكة على 012-616-1100 ومن الرياض على 011-217-85-85. واليوم دكتورنا هو دكتور نصر عبد الله نصرة، أخصائي الجراحة العامة. تفضل. طيب دكتور، برجع للسؤال اللي هو يقول يعني سؤالي شوية معلش، هو اللي يعني بنعيشه كل يوم وبنشوفه كل يوم ممكن بنسمعه من أقرب الناس لينا. أنا جسمي وجعني شكل القولون، أنا راسي مصدع شكل القولون، أنا مدري إيش عندي حطوها في القولون، مسكين القولون ما له شغل ولا هو داري عن إيش المشكلة وحطينها فيه. هل فعلا القولون يعني بيسبب مشاكل كثيرة، ولا هذه تهيؤات وأوهام إحنا بنختلقها لأنه كسلانين نروح الدكتور؟ لا، إحنا يعني هذه تهيؤات مش إحنا بنخلقها. الحقيقة إن وظيفة القولون وظيفة حيوية جدا. جميل. وإحنا لما بنقول المعدة بيت الداء فإحنا بنقصد المعدة أو البطن أو القولون، لأنه الجهاز الهضمي مكان أذى، وأكثر مكان للأذى في الجهاز الهضمي هو القولون، لأنه هو مكان تراكم سموم. نعم. فتراكم السموم يؤدي إلى أمراض. لو وظيفة الإخراج ليست وظيفة جيدة فإنه الجسم يمتص أملاح وسوائل وسموم إلى داخل الجسم. وجود تراكم الأملاح والسموم في الجسم يؤدي إلى ارتفاع الضغط. نعم. ترتبات كثير. تراكم السوائل يؤدي إلى مثلا التقل في الجسم والألام الظهر وألام الرقبة والصداع. السموم ممكن تؤثر على البنكرياس أو أي عضو حساس في الجسم وتؤدي إلى السكر أو تؤدي إلى الغدة الدرقية. وبالتالي لو إحنا ممكن نسمي الأمراض المنتشرة وممكن تبقى ليها علاقة في بالقولون مثلا بنسبة تصل من 75 إلى 90%، لو قلنا انتشار مرض السكر، انتشار مرض الضغط، السمنة، الكوليسترول والدهون في الدم، الفشل الكلوي، الذئبة الحمراء، التصلب اللويحي،
سرطان الدم. دكتور عفوا بس يعني من كلامك يعني نتهم انه القولون يعني السبب انه بانتشار الامراض في الاونه الاخيره، يعني ما اعرف من كلامك. احنا نستطيع نقول انه القولون بريء وبرسومة المعدة مفيدة. الله عليك. القولون بريء وبرسومة المعدة يعني مفيدة. حتى انه الطعام حتى لو كان الطعام مهما كان فيه اي شيء، يعني احنا كنا ناكل الطعام من اي حتة وبسم الله ما في اي شيء. نعم. الطعام يعني برضو كذلك بريء، ولكن المشكلة في الكيماويات اللي الطب بيكتبها وبتغير اخلاق البكتيريا الفطرية، وهذه البكتيريا تنتقل من معدة الى معدة عن طريق الطعام. جميل. يعني احنا برأنا كل الاعضاء من هذه المشاكل، اذا السبب فينا احنا ليش عايشين صح؟ يعني عايز تقول زي ما احنا مش عارف بنضحي بالجنين والام عشان الاب يعيش، حاجه كده حاجه زي كده. طيب دكتور، الحقيقه هو كيماويات الطب، نعم، المضادات الحيويه وسوء استخدام المضادات الحيويه، نعم، هي دي المشكله. اذا يعني بيكون شيء دخيل على الجسم مو اكثر. هنتفصل في هذا الموضوع اكثر دكتور، لكن عندنا فاصل سريع وراح نرجع لك، بس نذكر مستمعينا انه ان شاء الله الى ونص يعني الى 30 دقيقة من هذه الساعة راح نتناقش مع دكتور في كثير من الامور التفصيلية لي كيف نعتني بالقولون، ولكن بعد كذا اخر نص ساعة تكون لكم الحرية في انكم انتوا تشاركوا وتاخذوا تعطوا مع الدكتور وتسألوا حالاتكم الخاصة تحديدا على الهواء عشان كلنا نستفيد. على ارقام التواصل STC 84770 موبايلي 64660 وزين 746262. فاصل سريع وراجعين، خلكم على السماء. مين انت قلتي لي؟ انا شادي. انا طراد. فيتامين مع فراس شادية وطراد. إذن مستمرين معكم في فيتامين، وموضوعنا اليوم كيف تعتني بالقولون وإيش أسباب القولون، وهل القولون فعلا سبب رئيسي لكل أمراضنا ومشاكلنا وكل ما تعبنا يا قولوني؟ ما نعرف إيش مدى صحة هذا الموضوع لأنه كثير بيختلط علينا الموضوع. الدكتورة اللي معنا دكتورنا عبد الله نصرت يعني الله يعطيه العافية، يعني بيسهل لنا المواضيع هذه كلها وبيعطينا تفاصيل احنا ما كنا نعرفها. دكتور عبد الله نصر تخصصي الجراحة العامة والمتخصص في ابحاث وتطبيقات الطب النبوي الحجامة والخلوة. السنة يعطيك العافية دكتور. الله يبارك فيك. ان شاء الله ما كنت طفشت مننا بس. لا العفو بالعكس، انا سعيد بك. طيب الله يسعدك. دكتور طب يعني احنا كنا قاعدين نتكلم ايش سبب المشاكل اللي عندنا كثيرة، وقلت لنا المواد الكيماوية او الادوية الكيماوية اللي احنا بناخذها دائما من غير استشارة الطبيب او بشكل يعني عشوائي. في حاجة يعني كويس ان احنا نلفت النظر ليها، لانه ممكن احنا نكون يعني ملتزمين من ناحية استخدام المضادات الحيوية باستشارة الطبيب ولا نسيء استخدامها، ولكن احنا ممكن نكون بناكل اكل فخم جدا في مطعم فخم جدا، يعني موتشوز ونودلز وناندوز وحاجات زي كده. الله جوعتني دكتور. ولكن المساعد الشيف هيكون بسيط ويكون معلوماته بسيطة ويكون بيسيء استخدام المضادات الحيوية، فتتغير البكتيريا الفطرية عنده، وطالما انها بكتيريا فطرية تنتقل من معدة الى معدة عن طريق الطعام. صحيح. تماما. فبالتالي احنا لازم نبقى حريصين في تناول الاكلات اللي من خارج البيت. يعني ايه؟ يعني ان احنا مثلا لا نسرف الاكلات اللي خارج البيت، هي هتبقى عباره عن يعني اكلتين في الاسبوع، ويبقوا مش متتاليين، ويبقى اطمئنينا انه يعني كل اكله عدت بسلام. جميل. واخبر حياتك، لانه يعني احنا من مثلا من حديث ابن علي بن ابي طالب يقول اضمن لي الا تدخل الطعام على الطعام اضمن لك الا تمرض. هذا فقه كبير وفلسفه يعني علميه كبيره. جميل. طب دكتور انا بحكي عن حكايه الطعام بس يعني استطراد بسيط وصغير جدا، حكايه النفخ في الطعام. الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا ان احنا ننفخ في الطعام لانه في يقول لك يعني مضر ما هو مفيد. هل لانه يسبب سرطان فعلا، ولا هي معلومه
يعني اللي هي انه انك تنفخ في الطعام لانه الحلق موجود فيه بكتيريا نافعه للجسم فلما تنفخها. الحكمه في ذلك ايه؟ الحكمه في ذلك انه الجسم بيبقى عليه شحنات متوازنه، شحنات سلبيه وشحنات موجبه. الشحنات السلبيه اللي هي الشحنات الموجبه، والشحنات الايجابيه هي الشحنات السلبيه عكس المتوقع. فمع النفس الجسم بيتخلص من الشحنات السلبية اللي هي الموجبة. جميل. مع كل نفس الإنسان بيتخلص من 330 إلى 3300 شحنة موجبة، يعني شحنة سلبية التأثير. نعم. تمام. والإنسان بيتنفس 18 مرة في الدقيقة. لنا أن نتخيل تتراكم كمية الشحنات السلبية قد ايه، غير الشحنات اللي بناخدها من الكون ومن الأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الكهربية وهكذا. تمام. فالإنسان بيتخلص منها، ربنا بيدينا الفرصة انه نتخلص منها عن طريق التنفس. نعم. خصوصا في العصر الحالي دكتور، عن طريق التنفس ونفخناها في الطعام تاني يبقى كأننا بناخدها. سبحان الله. هذا علم كبير. سبحان الله. لأنه في دراسات كمان أثبتت إنه على المدى البعيد بيكون في، سبحان الله، يعني بعيد عنك وعن السامعين كلهم، إنه في سرطانات بتحصل وأمور، يعني ما نعرف مدى صحة هذا الكلام. تمام. لكن تمام. الشحنات السلبية لما تتراكم في الجسم هتؤثر على الشعيرات الدموية الدقيقة، الدورة الدموية الدقيقة. والدورة الدموية الدقيقة لما يحصل فيها خلل تتراكم الأخلاط الحمضية الضارة في الجسم. الأخلاط الحمضية الضارة دي هي اللي بتؤدي إلى الخلل في تركيب الخلية أو الوظيفة، لأنه الخلية الجسم الإنسان تحتاج إلى وسط يميل إلى القلوية قليلا، وهي قلوية الدم، وهي قلوية ماء زمزم. ولذلك ماء زمزم يحمي من السرطان. لذلك ماء زمزم لما إحنا بنشربه ما بيخرجش على طول، سبحان الله، بيتحوش في الجسم عشان يعادل هذا الخلل الناشئ. لو احنا شربنا كوبايتين ثلاثة مية فحنضطر ان احنا يعني نتخلص منها. انما ممكن الواحد يشرب مية زمزم، يشرب لتر ولتر ونص ولترين ولا يحتاج ان هو يروح للحمام. طيب دكتور، يعني تفضل. تفضل يا حضرتك. طيب دكتور، نرجع خلينا للقولون ومرض، والمرض القولون نقدر نقول سمعنا انه القولون العصبي يعني يسبب هي الحالة النفسية أو الشخص بيكون عصبي زيادة، ما أعرف هل هذا له علاقة بالقولون العصبي فعلا أو معلومة خاطئة؟ يعني إحنا نقول إيه؟ إحنا نقول لو إحنا نقول إنه الإنسان لو بيتعصب، يعني لو قلنا مجازا إنه هنقول القولون العصبي، لو قلنا الإنسان هيبقى عصبي القولون هيتأثر بسهولة. لو القولون هيبقى عصبي مزاج الإنسان مش هيبقى كويس، لأنه مش مرتاح، بطنه مش مرتاح تماما. لكن لو إحنا خدنا المثل الآتي، واحد مثلا عنده مليار وبعدين جاله خبر إن العربية المرسيدس اللي بمليون جنيه ولا بمليون ريال اتحرقت، فكل اللي هيعمله يقول يا ده أنا كنت بحبها. إنما لو واحد كل حيلته مثلا عبارة عن 950 ريال وهو بيفتح جيبه بيطلع لقى 150 رايحين مش هيعرف يفكر طول اليوم. فالقولون لو مرتاح ما في حاجة هتعصبه. طب هل ممكن دكتور كثرة العصبية والزعيق والصراخ والتنشنة والضغط النفسي اللي بيصير يؤدي انه يصير عندك يعني تلف القولون او عندك قولون عصبي؟ ايوه. هو لو القولون مرتاح وما فيش بكتيريا متغيرة فيه اعمل ما بدأ، نصرخ زي ما نبغى، الله يريح، مش هيتأثر. انما امتى يتأثر؟ لو هو مش مستحمل. طيب لو هو مش مستحمل. جميل جدا. طب دقيقة دكتور بس اتفضل. كويس ان احنا قلنا رؤوس اقلام اللي هي الامراض المنتشرة، يعني مثلا لو واحد لا سمح الله قالوا عمل تحليل وقالوا لا ده في احتمال سرطان في الدم، فان شاء الله لا يبتئس ويبدأ يمشي في الإجراءات الطبية، ولكن يتجه إلى موضوع إن هو تنظيف القولون بشربة السنة والعناية بالقولون بالخل مع السلطات وسط الوجبات. خلينا دكتور طيب يعني نركز على هذه العلاجات، كلمنا عنها دكتور، مثلا شربة السنة إيش هي هذه؟ شربة السنة هي عبارة عن ورق شجر وهي هدي نبوي، وبتنقع في ماء مغلي مع إضافات أخرى،
وطريقة استخدامها أتصور إن هي موجودة في الموقع بتاع ألف ألف على اليوتيوب أو الفيسبوك أو حاجة زي كده. نعم. وهي بتنقع والإنسان بتناولها وبتعمل إسهال. وهي موجودة في الطب، يعني ورق السنة وبذور الطب وبذور السنة موجودة في يعني في الطب من ناحية الصيدلية وهكذا. يعني حاجة علمية. حاجة علمية. يعني أمر علمي. والحديث الشريف فيها بيقول لو كان شيء يقتل السام يعني يقتل الموت لكان شربة السنة. فهي فيها فقه كبير وحكمة كبيرة جدا، وتشتمل على الحقيقة المطلقة. ليه؟ لأنه ما في حاجة صيدلية ولا طبية بتؤدي نفس الشيء. هي شربة السنة تنظف البطن. نعم. مجرد ما نظفت البطن توقف كل شيء. يعني دكتور بتناسب كل المصابين بأمراض القولون سواء كان العصبي أو النوع الآخر الهضمي. أيوة. مزبوط؟ لأنها بتتخلص من البكتيريا التي غيرت أخلاقها وهاجرت إلى القولون، وهذه البكتيريا مكانها مش في القولون. صحيح. القولون بالنسبة لها مكان غريب. مهم. البكتيريا جسومة المعدة وهي موجودة في المعدة بتنتج أمونيا تعادل الحامض والحامض يعادلها، ويبقى في توازن دقيق زي الساعة سواء الإنسان صاحي أو نايم أو أو. والفضلات اللي تفضل منها تحكم العضلة اللي بين المعدة والمريء، ولذلك الحامض ما يرجعش، لذلك الأكل ما يرجعش لما نكون نايمين. إنما النهاردة نتيجة هذه البكتيريا بتهرب، أي واحد يروح لطبيب هيقول له عندك ارتجاع، يعمل منظار يقول له عندك فتق في الحجاب الحاجز، يعني كل الناس مرة واحدة خدتها شوطة كده عندها ارتجاع، حتى في أطفال صغيرين بيقول لهم عندك ارتجاع. المشكلة إن هذه البكتيريا التي تحمي المعدة هربت إلى القولون وابتدت تعمل إزعاج لأنها بتنتج أمونيا مادة قلوية لا يعادلها أي حامض. طيب دكتور، هل نقدر نعتبر إنه نقدر نعتبر الموية هي معالج دائم للقولون؟ يعني كثرة شرب الموية، أو إحنا المفروض علينا نشرب 8 كاسات في الموية تقريبا عشان يعني ننظف المعدة وما إلى ذلك. أيوة إحنا بنشرب أو احتياج الجسم. إحنا بنشرب مية علشان احتياج الجسم. المية اللي بنشربها لا تصل إلى القولون، المية اللي بنشربها بتمتص قبل القولون في الأمعاء الدقيقة. يعني كثرة شرب الماء لا يؤدي إلى إسهال ولا يؤدي إلى علاج القولون. إذن السنة هو العلاج ولا يؤدي إلى علاج القولون. شرب الماء مهم للجسم. طيب. ومهم لترطيب الأنسجة والخلايا والعمليات الحيوية في الجسم. طب علاج القولون هو السنة، الخل والسنة. طيب أنت يعني دكتور تشير بشربة السنة، فهل من الممكن أنه إحنا نشربها برضو يوميا ولا برضو فيها مشكلة؟ شربة السنة كل شهر، كل شهر شهريا يعني. كل شهر مرة واحدة، وبننقص الجرعة تدريجيا لحد ما نصل إلى جرعة مخفضة عبارة عن ربع كوب من الشربة. جميل. ودي هي نقطة أخرى تدلنا على أن الشربة تشتمل على الحقيقة، لأن أي تركيبة صيدلية أو طبية بتعمل تليين أو إسهال الإنسان يضطر أن هو يزود الجرعة كل مرة. نعم. يضطر أن هو يزود الجرعة كل مرة علشان يحصل على نفس التأثير. العكس في شربة السنة ان هو يضطر ان هو يقلل الجرعة كل مرة علشان يحصل على نفس التأثير اللي هي النظافة الكاملة. لو خد جرعة اكبر هيحصل له اسهال اكتر. فدي برضو تدل على انها تشتمل الحقيقة المطلقة لان هي من الخالق. نحتاج موازنة في الموضوع. دكتور عبد الله نصر تعطيك العافية، حنرجع لك مرة ثانية في نصف الساعة الثانية من برنامج فيتامين او ساعة جلوكوز المتكلم فيها عن العناية بالقولون. دكتور عبد الله نصر تخصصي جراحة العامة والمتخصص في أبحاث وتطبيقات الطب النبوي والحجامة الخل والسنة. هنطلع فاصل سريع ونرجع لك دكتور، هنجهز لأسئلة المستمعين. أيوه. يعطيك العافية دكتور. الله يبارك فيك. مستمعينا خليكم على السمع، واللي حاب يتواصل معنا على أرقام التواصل من كل مناطق المملكة على 012-616-1100 ومن الرياض على 011-217-85-85. معكم شادي عبد العزيز اللي هي أنا وزميلها طرات، أمشي زميلها أنا عارف من أسنى طرات سندي معاكم على إن شاء الله على فيتامين. موضوعنا العناية عن القولون. فاصل. فيتامين مع فراس شادية وطرات. متواصلين
مستمعينا في برنامج فيتامين، وطبعا اللي حاب يتواصل معنا ويسأل الدكتور عبد الله نصرت أخصائي الجراحة العامة والمتخصص في أبحاث وتطبيقات الطب النبوي والحجامة والخل والسنة، طبعا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية على 012-616-1100 وعلى ومن جميع أنحاء المملكة من على 011-217-85-85. أهلا وسهلا فيك دكتور من جديد. يا أهلا وسهلا بحضرتك. طيب دكتور حيكون معنا عند اتصالات الآن، بس نذكر برضو أنه اتصالاتنا حتكون عن العناية بالقولون، وإن شاء الله يعني يا رب الاتصالات بس يعني تكون تتمحور حول هذا الموضوع. بس اتصال نقول ألو. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، شرفنا باسمك، حياك. خالد عمر معك. حياك يا خالد، سؤالك للدكتور، اتفضل دكتور عبد الله معك. طبعا هو ذكر بخصوص انه شوربة السنة تمشي البطن وزي كذا، فما ادري بسأله عن حليب الخلفاف اللي هو حليب الاذن كمان. أيوة. يمشي البطن بس انه مفيد او لا؟ حليب الابل مفيد تماما، وهنالك امور اخرى كمان يعني بتمشي البطن، وكل شيء يختص بشيء معين. يعني عندنا حليب الابل، عندنا التلبينة، عندنا إلية الشاه، وشربة السنة. شربة السنة هي اعظم هذه الاسباب على الاطلاق. لماذا؟ لان هي بتتخلص من كل الفضلات في القولون، تتخلص من كل البكتيريا، تقتلها وتتخلص منها، تتخلص من الطبقة المخاطية اللي نعتبر كأنك تخلص من الحمام القديم، وبعدين تتخلص من كل السموم وتمتص السموم من جدار الأمعاء. ما في شيء آخر يؤدي إلى نفس المفعول. تمام. من الأمور الأخرى يعني مثلا الأمور الأخرى، لو تكلمنا على حليب الإبل، حليب الإبل بينظف القولون، وله ميزة في ان هو بيرفع المناعة وبيمتص السموم اللي من الكبد، ولذلك له علاج في الكبد. نعم. جميل جدا. التخلص من السموم من القولون بصفة عامة بيساعد في التخلص من السموم من الكبد. ليه؟ لانه السموم اللي في القولون لازم تعدي على الكبد عشان يتخلص منها. حليب الابل له خاصية في موضوع التهاب الكبد لانه له علاقة بالمناعة. نعم جميل جدا. عندنا اتصال ثاني نقول ألو. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تشرف باسمك. الله يرضى عليك. أبو طارق من جدة. أبو طارق أهلا وسهلا فيك، سؤالك للدكتور تفضل. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام وبركاته. ممكن لو سمحت، أنا يعني لظروف صحية جالس على السرير على طول، وعملية الإخراج عندي صعبة جدا جدا، وأنا بستخدم أدوية طبية طبعا، حبوب بتعمل لي يعني كل 4 أيام تقريبا بأخذها مرة علشان أعمل عملية الإخراج بشكل قوي شوية. هل هذه مضرة لي؟ وبالنسبة للزبادي كيف هو مفيد لي على الريق ولا حاجة ولا شيء لو سمحت؟ أيوة. شوف حضرتك الأدوية الصيدلية والطبية اللي بتعالج الإمساك غير مثالية تماما، وبتؤدي إلى التعود عليها، ولا سمح الله بعد كده ما يعني لا تؤدي إلى نتيجة. العلاج الأمثل لمشاكل القولون هي شربة السنة للتخلص من البكتيريا التي تؤدي إلى التقلصات في القولون. تماما، اللي بتخلي الإخراج مش كويس، وبعد كده العناية بالقولون بالخل مع سلطات وصف الوجبات، أمثلها الخل مع الزبادي مع زيت ذرة نقي علشان يساعد في التليين، وسط الوجبات اللي هي الغداء والعشاء مرة أو مرتين من 3 إلى 5 أيام في الأسبوع. طريقة الخل والسنة هتكون موجودة على موقع ألف ألف على الفيسبوك أو اليوتيوب. طيب شكرا لك يا دكتور. في عندنا اتصال جديد نقول مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك، من معنا؟ معك أبو هشام من جدة. أبو هشام، دكتور عبد الله معك، تفضل سؤالك. دكتور عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. بسألك بالنسبة للحبوب السنة مكي اللي بتنباع في الصيدلية، لها نفس التأثير حق الأعشاب ولا الأفضل الأعشاب؟ لا، حبوب السنة مكي اللي بتنباع في الصيدلية ليس لها قيمة على الإطلاق، ولا يمكن مقارنتها بشربة السنة. إحنا لما بناخد علاج بناخده كما وصفه صاحب العلاج، فإحنا بناخد شربة السنة كما وصفها صاحب العلاج عليه الصلاة والسلام، لأنه استوحاها من الخالق. نعم. تمام.
وهي اللي تناسب جسم الإنسان، ويعني ربنا سبحانه وتعالى يعني سنها للإنسان لصيانة جسم الإنسان. فحبوب السنة اللي في الصيدليات ليس لها قيمة على الإطلاق، أقل فعالية يمكن من المشروب المركز، يعني فعاليتها يعني ضعيفة جدا. نعم. وربما أنها تسبب مغص لأنه بيحط عليها بذور السنة، وبالتالي لما تسبب مغص تسبب نوع من التعود. شرب السنة لا تؤدي إلى مغص وما فيهاش تعود. طيب عندنا سؤال عن طريق الاس ام اس دكتور، بيقول عندي انتفاخات بالقولون مما يسبب لي كرش دائم، ممكن شرح عن شربة السنة وين نحصل عليها وكيف نستخدمها؟ طبيعي انه شربة السنة هتكون هي العلاج الامثل لهذه الانتفاخات، لانه غالبا دي جرثومة معدة موجودة في القولون، هتخلص منها بشربة السنة. ثم العناية بالقولون بين شربة السنة والشنة، لانه بين كل شهر وشهر، بالخل مع السلطات وسط الوجبات، وزي ما قلنا الطريقة موجودة على الموقع. نعم طيب شكرا لك. اتصال جديد، السلام عليكم. لو نقفل بس الراديو ونسمع من جوال الأرض عليك. طيب نقفل الراديو ونسمع من جوال الأرض عليكم عشان بس اتصال ينقطع. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك، من معنا؟ أبو عبد الله من جدة. حياك معك دكتور عبد الله، تفضل سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أبو عبد الله، انا بعاني من القولون العصبي وبعاني من انتفاخات شديده، بحيث انه لو اشرب اي يعني مجموعه الحليب ومشتقاته، اشرب اي حاجه، باكل جبنه، بشرب حليب، بعاني من انتفاخات على طول. ايوه، هو زي ما احنا قلنا انه القولون العصبي غير دقيق، وانه القولون لو مرتاح هتاكل ما بدا لك، ما في اي مشكله. المطلوب منك ان انت تنظف القولون من البكتيريا والفضلات بطريق شربه السنه، والعناية بالقولون بالزبادي والخل والزيت، يعني مع السلطات وسط الوجبات، وبإذن الله تعالى تستطيع أن تأكل ما بدا لك، وحتقول في يوم من الأيام، مش في يوم من الأيام يعني، حتقول بعد فترة قصيرة بعد أول مرة تعمل فيها شرب السنة إنه ما كان عندي كان أكذوبة. طيب جميل وأنا جدا، وأنا كنت باخد أدوية بدون داعي. جميل جدا. عندنا اتصال ثاني، نقول مساء الخير. مساء الخير، تسمعونا عن طريق الجوال فضلا لا امرا. يا اهلا وسهلا، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. اكلم من جوال. عفوا، اكلمك من جوال موبايل من عندك. طيب طب تشرف باسم حضرتك. عبد العزيز من القصيم. اهلا وسهلا فيك يا عبد العزيز، هل القصيم كلهم. سؤالك للدكتور عبد الله، تفضل. الله تفضل. الو. ايوه السلام عليكم. استاذ عبد العزيز تفضل. تفضل استاذ عبد العزيز، انا معك. طيب الاتصال للاسف انقطع، ناخذ اتصال جديد. مساء الخير. السلام عليكم. هلا وعليكم السلام ورحمه الاكرام، تشرف باسمك. ابو فيصل. الله. ابو فيصل، ابو فيصل سؤالك للدكتور. ابو فيصل الدكتور، اكيد انا اشرب حليب الابل مع البول حق الابل. انت بتشرب حليب الابل مع بول الابل، هل في حاجه مرضيه لا سمح الله مثلا، في مشكله عندي القولون؟ عندي القولون، عندي القولون. اذا كان عندك القولون يعني مادة مضادة للمشاكل هذه. عندك مشاكل في القولون ايه؟ بس مجرد غازات وانتفاخات وكده؟ لا والله، بعض الاحيان يكون في امساك شديد، بعض الاحيان يكون اسهال شديد، لو شربت اي حليب اي شيء على طول اسهال يجيني زي شو اسمه مشاكل في المعدة. اذا كان الامر مجرد مشاكل في القولون بهذه الدرجة، فانت مش مضطر ان انت تاخد ابوال يعني البول الابل مع الحليب. كويس، امثل شيء بالنسبه لك ان انت تاخد شربه السنه كل شهر، وتقلل الجرعه كل شهر لحد ما تصل الى جرعه مخفضه ربع يعني كاسه من الشربه، والزبادي مع السلطات وسط الوجبات. وما في مانع ان انت تتناول حليب الابل لفائدته، لانه حليب الابل يشتمل على يعني اجسام مضاده ترفع المناعه بشكل كبير. طيب شكرا لك، اتصال جديد. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك أطراف؟ الله يسلمك ويسعدك، مين معك؟ بدر من مكة. هياك يا بدر. دكتور عبد الله معك، تفضل سؤالك. يا دكتور كيف حالك يا دكتور؟ الله يبارك فيك استاذ بدر، كيف حالك يا دكتور؟ اخوي 20 سنه عنده قولون عصبي، وبعدين من كثرة الحبوب هذه عملت آلام في الظهر. اعراض ايه؟ آلام، آلام في الظهر، سنة عنده قولون عصبي. آلام الظهر؟ إيه.
ايوه شوف، يعني انا قلبي معاك ان انت يعني بتاخد ادويه للقولون 20 سنه، انت رجل مكافح، فان شاء الله توقف عن الادويه تماما وتبدا بشربه السنه كما الطريقه موصوفه، والزبادي مع الخل مع الزيت وسط يعني وسط الوجبات باذن الله تعالى، هتختفي الام الظهر باذن الله تعالى، لانه الام الظهر دي نتيجه تراكم السوائل في منطقه الظهر وتؤدي الى تصلب عضلات علشان تحمي الظهر كويس. هيختفي كل شيء باذن الله تعالى، لو تبقى شيء لا سمح الله تعمل حجامه على اعلى الظهر واسفل الظهر، ولو ان شاء الله كل حاجه اختفت يستحسن انك تعمل حجامه، لان الحجامه هي اعظم اسباب الطب النبوي. جميل، يعطيك العافيه. الله يبارك فيك. اتصال، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا. حياك الله يا اختي. انا ابغى لو تكرمت الدكتور عبد الله اتكلم معك. اكيد اكيد، اتفضل الدكتور معك، تفضل. السلام عليكم، تفضل. دكتور عبد الله. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. انا اكلمك من الرياض يا دكتور. يا طيب حياك، تفضل يا سيدي. بس سؤالك للدكتور ايش هو؟ انا ودي يعني ممكن اخذ عنوان الدكتور او تليفونه لو تكرمت. طيب تحت تحت الهواء ان شاء الله حنتواصل معك عشان يعطيك الاستفسارات كلها. شكرا لك. طيب حضرتك بتتصل من الرياض. الو، اتصل راح يا دكتور، ناخذ اتصال جديد. ايوه، مساء الخير، يا هلا. مساء النور، تفضل، اتشرف باسمك وسؤالك للدكتور، تفضل. اقدر من جدا كلمه الدكتور. اكيد، تفضل دكتور معك. مساء الخير يا دكتور عبد الله. مساء الخيرات، اهلا وسهلا. الله يعطيك العافية. عندي واحدة كبيرة في السن وتعاني من كسل في القولون من فترة طويلة، لدرجة أنه بعض الأوقات تأخذ 14 يوم ما بتروح للحمام. يعني جربنا معها كل الأدوية ما مش الحال. في علاج معين دكتور؟ هو كسل عنده في القولون بيقوله. طيب شوف، طبعا الكبار في السن يكون في كسل في الأمعاء بسبب السن وبسبب قلة الحركة وسبب قلة الأكل زيهم زي الأطفال الصغيرة، كويس؟ فإحنا نساعد حركة القولون بالآتي. أول حاجة يعني هتاخد جرعة التي تناسبها من شربة السنة، وحنبقى الخل في الطعام باستمرار، وبعدين إن إحنا هناخد الخضروات في الأكل، كويس؟ حتى لو كان يناسبها إن إحنا الخضروات زي مثلاً الخس والخيار والطماطم هيتضربوا في الخلاط مع زبادي وخل وزيت. هنحافظ على ان احنا ناخد فواكه، فاكهه ذات العصير وعصيرات الفاكهه، او الفاكهه تتضرب في الخلاط مع الزبادي واللبن الرايب. وبعدين نحافظ على الحبوب، واهم الحبوب عندنا هي شوربه، يعني اللي هي شوربه الحب القمح، ممكن تبقى مسلوقه مع يعني مع الفراخ او اللحم او كده. نعم. وكذلك الشعير، الشعير او الشوفان، ونحافظ على التلبينه بالنسبه لها. كل هذه الاشياء ان شاء الله، لان التلبينه ممكن تاخدها يعني مالحه او بالعسل، كل هذه الاشياء ان شاء الله تحافظ على يعني نشاط يعني على حركه القولون، لانه طبيعي ان هي كانت بتاخد ادويه، وهذه الأدوية أدت إلى تعود القولون على هذه الأدوية لحد ما الأدوية ما بتقتش تشتغل. طيب شكرا لك دكتور. في إضافة؟ لأن إحنا مضطرين. طيب. الحمد لله كده تقريباً وصلنا إن شاء الله. يعطيك ألف ألف عافية دكتور. إحنا رح نطلع على فاصل صغير جدا، خليكم متواصلين معنا، خليكم على السماع معنا اليوم الدكتور عبد الله نصرة أخصائي الجراحة العامة، خليكم معنا متواصلين إن شاء الله، رح بنتكلم عن القولون وكيف نعتني فيه. فيتامين مع فراس شادية وطراد. في فيتامين متواصلين معي أنا شادي عبد العزيز وزميل تراد سندي، وضيفنا لليوم الدكتور عبد الله نصرة أخصائي الجراحة العام. اللي حاب يتواصل معنا ويسأل الدكتور عبد الله، أرقامنا هي من جميع مناطق المملكة على 012-616-1100، ومن الرياض على 011-217-85-85. أهلا وسهلا فيك من جديد دكتور.
أهلا وسهلا. بس نذكر دكتور طبعا أنه عندنا إن شاء الله جوائز كثيرة وقيمة، واللي برضو حاب أنه يتواصل معنا على أرقام الـ SMS مشتركي الـ STC 84770 موبايلي 640660 ومشتركي زين 7462622 أرسل فيتامين اسمك ومدينتك على الأرقام اللي ذكرناها. دكتور ما شاء الله التليفون مو راضي يوقف، شكله مشاكل القولون ما يعني كثيرة جدا. احنا زي ما احنا شايفين انه مشاكل القولون يعني معظم الناس كان نقدر نقول ان 100% من الناس اللي ماشي على الارض في بلادنا بتعاني من القولون، والحل الحمد لله انه هو بسيط، الخل والسنة. وكمان انه ناس كتيرة من عندها المشاكل المرضية الاخرى اللي منتشرة هذه الايام ان شاء الله حلولها ان احنا نعتني بالقولون زي ما قلنا اسماء هذه الامراض. صحيح. طب دكتور احنا دائما يقول لك اللي عنده قولون بطنه تتنفخ اخر الليل، واللي يعصب بطنه تتنفخ، ايش يعني التبرير العلمي او التبرير بالعامي؟ يعني خلينا نفهم بشكل ابسط كمان حكايه النفخه اللي بتصير هذه. ناس بيكونوا نحاف جدا، يعني الجسم حتى ما تستوعب انه كيف يقدر يتنفخ النفخه هذه كلها. يعني انت عايز تقول عبارة عن بطن ومتركب فيها راجل يعني؟ لا، لانه فعلا الجسم يكون نحيف. يعني هو نحيف وكل اللي فيه بطن كبير. طبعا السبب الانتفاخ اول حاجة انه الهضم ما بيكونش كويس. كويس؟ طيب. الهضم ما بيكونش كويس. تاني حاجة الاخراج غير جيد. الحاجة الاخرى التقلصات اللي في القولون، انه القولون بيحاول ان هو يفضل يعني يعصر المكونات علشان ما في مساحة يعني يودي فيها الفضلات، فبيبدأ يتقلص. هذه التقلصات هي اللي بتؤدي إلى انتفاخ البطن، حتى تصل إلى أن هي تضغط على الحجاب الحاجز وتضايق التنفس. فسبب الانتفاخ الغازات، سوء الهضم، تراكم الفضلات اللي مش قادر يخرجها، وبعدين تقلصات القولون. نعم. طيب خلينا نشوف اتصال، اكيد في استفسارات اخرى حول هذا الموضوع. لو سمحتي بس سؤال لذاك، انا كلمت الدكتور من شوي عشان ابغى تليفونه او عدانه، قالوا بعد تحت له وبعدين قطعوا الخط. مو يهمك، ان انقطع بالغلط خليك على الخط اخوي، تفضل الامر. شكرا لك. اتصال جديد، مساء الخير. الو الو. اتصال جديد، مساء الخير. في مشكله في الخطوط. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك. ايوه، ممكن اكلم الدكتور؟ الله يسعدك. ايوه طبعا ممكن تكلم الدكتور. دكتور عبد الله تفضل، سؤالك له. طيب يا دكتور عبد الله، مساك الله بالخير. مساء الخير. دكتور عبد الله، انت قلت قبل شويه انه تضغط على الحجاب الحاجز ويسبب يعني التنفس يكون مو كويس. ممكن برضو يضايق القلب؟ طبعا القولون يضايق القلب لأول حاجه بشكل بسيط بشكل ميكانيكي، وهو ايه؟ انه الحجاب الحاجز لما يضغط على الرئه، يبقى الرئه عندها مساحه قليله في التنفس وتهويه الرئه، فالتنفس حيتسارع، وتسارع التنفس حيؤدي الى تسارع القلب. حتى انه احد المرات راينا مريض عنده سرعه النبضات 198 في حين الطبيعي يعني مثلا 72 والمقبول لحد 100، وهذا المريض تحسن بمجرد ان هو خد بس زبادي وخل مع السلطات وتحسن بيها، رغم ان احنا نصحناه ان هو يتابع مع طبيب القلب. ما لك كلامك برضو هيكون في الم في الجهه اليسار من اليد؟ الالم اللي في الجهه اليسار من اليد نتيجه تراكم السوائل، تماما نتيجة تراكم السوائل يعني في المقام الأول، خاصة إذا كنت أنت متعود تنام على الناحية اليسار. لكن إحنا قلنا دي كلها أسباب ميكانيكية، لكن الأسباب العضوية الأخرى أنه تراكم السموم ممكن يؤدي إلى مشاكل في عضلة القلب، يؤدي إلى التهاب في عضلة القلب، ويؤدي إلى تضخم في القلب وضعف عضلة القلب نتيجة السموم أو نتيجة المناعة الذاتية نتيجة وجود بكتيريا في مكان غريب في القولون. وما بتحصلش في كل الناس، بتحصل في الناس اللي هي يعني حيتشابه البروتين بتاع عضلة القلب مع البروتين بتاع البكتيريا دي اللي هي المناعة الذاتية، تماما. أما عدم تهوية الرئة جيدا فده هو يؤدي إلى تراكم الإفرازات في الرئة، وممكن لا سمح الله تؤدي إلى يعني التهابات في الرئة
وارتشاح على الرئة. نقدر نقول الرياضة جزء من العلاج دكتور؟ أفندم؟ الدكتور الرياضة ممكن تكون جزء من العلاج؟ الرياضة حتؤدي إلى تحسن إلى تحسن مؤقت، وهي نتيجة إن هي بتحرك هذه السوائل، لكن مجرد ما الواحد هيتخلص من الرياضة يعني هيحصل تراكم للسوائل دي تاني. نحن لا ننصح الرياضة، يعني ننصح شخص بالرياضة إذا كان في تراكم سوائل في الجسم لدرجة أنها تسبب أعراض. جميل، إذا مو للمعالجة للوقاية. نتخلص من السوائل أولا ثم نمارس الرياضة. جميل جميل، علشان لا سمح الله نحصلش إصابات. نعم. اتصال مساء الخير. ألو ألو. لا هو أنا بسمع نفسي. اتصل للي والله صوتك ما توقع. مساء الخير. يا هلا وسهلا، مساء الخير. مرحبا فيك. مرحبا تاني. اكيد انت على الهواء، تفضل سؤالك للدكتور. الله يرضى عليك، بس معلش انا ابغى عنوان الدكتور بس. الله يرضى عليك على الفيسبوك. طيب خليك معنا على الخط عشان الكنترول، يعني اعطيك المعلومات، يعطيك العافيه. طيب اتصال ثاني. مساء الخير، يا هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه الاكرام، اهلا وسهلا، تشرف باسمك وسؤالك. عبد الله السلمي. اهلا وسهلا فيك يا عبد الله، سؤالك للدكتور عبد الله تفضل. دكتور، بخصوص الحجامة دكتور، هل أعراض مع القولون، يعني الواحد بيحجم وعنده قولون، فايدة الحجامة معه ولا تضر عليه أسباب خاصة؟ يعني اللي عنده مشاكل في القولون يفضل إن هو يتخلص من مشاكل القولون بشربة السنة قبل الحجامة، 5 أيام قبل الحجامة. ليه؟ لأنه وجود التراكم السوائل في الجسم يعوق خروج دم الحجامة، دم الحجامة يسير بين الأنسجة ولا يعوم في السوائل، فده هيخلي الفايدة أقل. كويس، يبقى يعمل شربة السنة الأول، لأنه المثال البسيط لو إحنا عندنا نقطة دم من السقف تصل إلى الأرض، لو قابلناها بكاسة موية تيجي عند سطح الموية تنتشر ولا تصل لنهاية الكاسة، لأنه الدم يسير بين الأنسجة ولا يعوم في السوائل. نعم. يبقى نعمل شربة السنة قبل الحجامة ب5 أيام تقريبا عشان نستفيد من الحجامة جيدا إن شاء الله. نعم إن شاء الله. في اتصال جديد. نعم في اتصال. مساء الخير، يا هلا. مو مركزين الناس. مساء الخير. ممكن بسمع صوتي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. هيشرد. وعليكم السلام، حياك. عفوا، ممكن اكلم دكتور؟ ايوه، شرفنا باسمك بس. فهد بدر من جدة. حياك يا فهد، ونعم فيك، تفضل دكتور معك. نعم حرك الله يسلم. ايوه دكتور. يا انا يا مرحبا دكتور، انا في الحقيقة بعاني من القولون لي 8 سنين. والحمد لله عملية الإخراج عندي ما فيها أي مشاكل، لكن هو اللي بعاني من الانتفاخ، وطبعا عملت جميع التحاليل وجميع الأشعات، وكل الدكاترة بيقولوا أنه هذا أنت اللي عندك مرض نفسي غير عضوي. إن شاء الله إن شاء الله أنه ما هو مرض نفسي ولا شيء، والأمر كله بسيط. أنت ممكن تكون بتأكل وجبات من خارج البيت كما شئت وكما شاء لك الهوى، هل ده صحيح؟ لا، مو يعني في النادر جدا انها هي الاكلات تكون من خارج المنزل. عموما انه من الممكن ان اكله واحده بس ممكن تسبب هذه المشاكل، لانه البكتيريا لو جت في القولون هتفضل في القولون طول حياه البني ادم الا لو تخلص منها، ولا وسيله للتخلص منها الا بشربه السنه. عليك اعمل شربه السنه، وبعد كده تابع يعني بالمحافظة على القولون بالخل وسط يعني وسط مع سلطات وسط الوجبات، وتبقى حريص من الأكلات اللي برا البيت. يعني ما في داعي إن إحنا ناكل سلطات من برا البيت، ما ناكلش أكل مطبوخ من برا البيت، إنما الناشف، الرز والدجاج واللحم وحاجات زي كده تماما. وما ناكلش ما ناخدش عصيرات طازجة من برا البيت لأنها زي السلطة دلوقتي. الحاجة الأخرى إن إحنا ما ناكلش. عفوا ما فهم دكتور آخر نقطة، ما أخذ عصيرات لأنها زي السلطة، كيف يعني؟ العصيرات الطازة من برا البيت هتبقى زيها زي السلطة بالضبط. نعم. إنها بتتغسل باليد، والعصيرات ممكن ما نضمنش طريقة غسلها كويس. الحاجة الأخرى اللي هي الحلويات اللي بيضاف عليها إضافات زي العسل والكريمات بعد ما تخرج من الفرن. نعم. طيب يا دكتور، بالنسبة للموتيفال والليبراكس والمهدئات هذه، يعني الواحد يستغنى عنها نهائي؟ أسأل، الليبراكس ده ما هو علاج، الأصل في العلاج هو علاج الأسباب، والأسباب النهاردة أصبحت هي وجود كرسومة المعدة في القولون، فالتخلص منها من السبب، لأنه الدليل على ذلك أن مجرد ما تتخلص منها
مش حيكون عندك مشكله ولا حتحتاج لبراكس وتستطيع ان تاكل ما بدا لك ان شاء الله. يعطيك العافيه دكتور. يعطيك الف الف عافيه. طبعا نشكر كل اللي تواصلوا معنا واللي ما حالفوا الحظ باذن الله، يعني ممكن يتصل علينا الكنترول ياخذ معلوماته، لكن احنا رح ان شاء الله نطلع على فاصل الاخبار ونشكر شكر كبير الدكتور عبد الله نصرت اخصائي الجراحه العامه والمتخصص في ابحاث وتطبيقات الطب النبوي بالحجامه والخل والسنه. يعطيك الف 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 عافيه دكتور لوقتك اللي تفضلت فيه معنا. شكرا لك دكتور. اهلا وسهلا يا فندم. شكرا لك جزيلا، انا سعدت بيك وتشرفت بيك وبالمستمعين. الشرف لينا دكتور. يا هلا.